إني طلال رعد سليمان ياسين من أبناء محافظة نينوى، لقبي العباسي. احنا من خلال الحديث اللي دار بيننا وبينك بانه كان هنالك عمليات ذبح لرجال الشرطة والحرس الوطني، فتقدر تحدثنا عن هذا الامر؟ نعم. وما هو المجال الشرعي لاصدار مثل هذه الفتاوى؟ نعم، حقيقة انا لا اتحدث في المجالات الشرعية، ولكن بعدما شكلت جمعية اهل الحديث في الموصل بعد سقوط النظام شكلت هذه الجمعية، وكان مقرر الجمعية المدعو نظام الدين حداد كان من طلاب العلم الذين نعم من الموصل، يتحدثون بالكتاب والسنة والأدلة الشرعية. بعدما شكلت هذه الجمعية أصدرت فتوى بعدم قتل الشرطة والحرس الوطني، ثم بعد ذلك ذهب الرجل إلى العمرة، والله على ما أقول شهيد. بعد عودته من العمرة سئل الرجل من أحد طلابه حول قتل الشرطة فأجاز بذلك. إلى أي جهة كان يعمل نظام الدين ومن كان تمويل مالته؟ حقيقة الجمعية تدعو إلى منهج السلف. السلفية. نعم. السلفية المعتدلة، للسلفية التكفيرية. فكان يذهب يعني حينما ذهب إلى السعودية أو إلى العمرة التقى بعلماء أو هيئة كبار علماء السعودية. منهم من على ما أعتقد يعني حسب ما نقل أنه التقى بمفتي السعودية صالح عبد العزيز آل الشيخ، التقى بالشيخ صالح الفوزان. كانت الفتوى صادرة من السعودية؟ نعم، حينما رجع تكلم بهذا الكلام. شنو تقريبا الفتاوي اللي صدرت بعد عودته من العمر؟ هي الفتوى أنه يعني ضرب الأمريكان ومن والى الأمريكان، حتى حينما سئل عن مراكز الشرطة أو الشرطة فقال يقتل. لما السعودية يصير عندها في الحادث تسميه الحادث الإرهابي، وهذا الحادث الإرهابي لما كان يكون بالعراق تسميه الحادث الجهادي، ما خطرت ببالك هيك فكرة يعني؟ ولا حقيقة أنا لا أؤمن بما يقولون يعني في مسألة الجهاد في العراق، ولكن سبحان الله الشيطان زين لنا، لأنه أنا منهجي منهج الاعتدال لا منهج التكفير، ولكن أخطأنا بهذا. إيش قد تقريبا المبالغ اللي حصلت عليها من خلال هذه العملية؟ $1,500 بالشهر؟ نعم. كأمير؟ نعم. المعلومات اللي عندنا تقول الأمير ما يصير أمير إذا مو يذبح 10 وفوق، يذبح 10. نعم. فالعشرة اللي ذبحتهم منهم حتى صرت أمير؟ أنا حقيقة يعني ما ذبحت 10، ولكن هاي المجموعة الذي قتلت. نعم. يعني قدرت بتقريبا أكثر من 12 أو 13 واحد، فعلى هذا يعني شكلت المجموعة. إذن كنت تبغي بأنه أن تصل إلى مرتبة الأمير، وأي إنسان كان يذبح مو مشكلة، أي إنسان كان يقتل مو مشكلة. نعم. المهم أن تحصل على $1,500. نعم. يا ترى هؤلاء الناس كانوا يستحقون القتل في نظرك؟ لا حقيقة، ولكن قلت لك يعني ضلال الشيطان وتزيينه هو الذي يعني أخرجني عن جادة الصواب. طبعا أنا بدي أسألك حتى الأخوان المشاهدين يعرفون أنت منه. نعم. أنت خريج أي جامعة؟ أنا ما خريج جامعة، أنا خريج الابتدائية. نعم. عملت إماما وخطيبا في جامع الشبخون بعد أن دخلت مجلس علماء في العراق سنة 87، وحصلت على نتيجة ناجح، ثم بعد ذلك استمريت بالخطابة إلى 89، نقلت من هذا الجامع إلى جامع أبو زعيان، بعد ذلك إلى جامع الأبرار،
واستغني عن خدماتي في بكتاب من قبل ديوان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في العراق. ليش؟ شنو السبب كان؟ على اعتبار أنه أنا يعني أنهج منهج السلفية. السلفية؟ نعم. لا، عندي غير معلومات نرجع لها بعدين. نعم. من الفتاوى اللي ذكرتوها قلتوا القضاء على الفوضى والانفلات الأمني الناتج عن الاحتلال. نعم. صح؟ نعم صحيح. صح. إذا أنت أصدرت فتوى بقتل الشرطة والحرس الوطني، شلون نسيطر على الانفلات الأمني؟ الأمريكان هم أساساً أنتوا ضربوهم، اعتبروهم جهة كافرة، والحرس الوطني والشرطة أنتوا أصدرتوا فتاوي بقتلهم وجهة كافرة. بنظرك من يسيطر على الانفلات الأمني؟ عصابات ملا مهدي وجماعته؟ لا طبعاً، لا شك، لا شك أنه ما كان أكو من يسيطر إلا الجهات المختصة كالشرطة والحرس الوطني. زين، لا ليش تصدر من الأمر وقتلهم؟ يعني عقلك وين كان؟ قلت لك أنا الضلال الذي يعني الشيطان زين لي بهذه المسألة. إقامة حد الحرابة وهو القتل على قطاع الطرق والسراق والقتل، صح؟ هذا الفتوى صدرتكم صدرت؟ نعم صدرها. نعم صدرها. زين، إذا هذا العمل قطاع طرق وسرقة والقتل حرام، شلون أنتم تطفون الناس وتساوموهم بأموال بحجة الجهاد؟ هذا مو سرقة؟ نعم. يعني هذا ما ينافي هذا؟ اي نعم لا شك. زين، اعترفوا الاخوان اللي هم اخوانك مو اخواني؟ نعم. يعني انا متبري من هاي المجموعة. نعم. انه انتو مارستوا اعمال قوم لوط بالمسجد ومارسوها معك، شنو رأيك بهذا الحديث؟ وهو هذا السبب اللي انت فصلت من إدارة المسجد وفصلت من الخطابة، وعدنا وثائق تؤكد هذا، شنو رأيك بهذا الموضوع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، تبنا إلى الله. تبت إلى الله؟ نعم. هم زينك الشيطان هذا العمل؟ نعم.